وللمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري إلى هناك. جيرمين، آخر ما دار في جلسات الحوار الوطني اليوم؟ نعم، اليوم هو كان يوم مثمر فيما يخص المحور الاقتصادي من جلسات الحوار الوطنية، فاليوم هو مخصص فقط للمحور الاقتصادي بلجانه المختلفة. بدأت اللجان في تمام الساعة 12 ظهرا، وعمل اللجان بدأ في بالتوازي. إذا تحدثنا عن اللجنة الأولى فكانت لجنة التي تخص أو متخصصة في أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكات الدولة. هذه اللجنة ناقشت في جلستها عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بثلاث نقاط أساسية، هي نقاط سياسة الاستثمارات العامة أو أولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام. وفي إطار هذه النقاط تم مناقشة عدد كبير ومتنوع من الموضوعات بمشاركة فئات مختلفة. إذا تحدثنا عن أبرز هذه الموضوعات المتعلقة بالثلاث نقاط، ففيما يخص أولويات الاستثمارات العامة تم الحديث عن هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، أيضا الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة وأولويات الاستثمارات العامة التي يجب أن تركز عليها الدولة خلال المرحلة القادمة. إذا تحدثنا فيما يخص ملكية وإدارة أصول الدولة، فالحديث هنا كان عن تشغيل الأصول المعطلة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي ودوره في استخدام الأصول العامة. أما أخيرا فيما يخص الحديث عن تمويل الاستثمارات العامة، فالمناقشات وتبادل الآراء في الداخل كان يدور حول الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأيضا أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. كان يتم تبادل كل الآراء ووجهات النظر للخروج بتوصيات فيما يخص هذه النقاط وهذه الملفات. أيضا بالتوازي كانت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بتعقد جلسة نقاشية عن دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة، وأيضا مناقشة كل الفرص أو كل الحلول اللازمة للعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطويرها، وأيضا مجابهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية في الداخل. كان هذا ملخص عمل اليوم فيما يتعلق بلجان المحور الاقتصادي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري إلى جلسات الحوار الوطني.